سماحة الشيخ، أسئلة كثيرة وصلت باسمكم ويرغب الإخوة والأخوات أن نعرضها على سماحتكم. فاطمة من المدينة النبوية تسأل الشيخ صالح عن كيفية حجها إذا كانت مقيمة في المدينة، من أين تحرم وما هي الأحكام التي تتعلق بحجها؟ أهل المدينة ومن جاء عن طريقهم يحرمون من ذي الحليفة، قريب من المدينة، هذا ميقاتهم، وهو أبعد المواقيت عن مكة المباركة، وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه. نعم.